من التدهور من غلاء الاسعار مش الفقر والله العظيم يعني فقر البلاد وانا اعرفها مع الفقر يعني مش تبوش اللي بيشتكي الناس اللي عندها طموح تجيب عربيه احسن انت ايه تماليات ولا يمكن تسعد. المشكلة مش في طريقة الحكم العسكري ولا انه ضيع البلد ولا البلد دي ضيعة ولا ما فيهاش تعليم ولا فيها صحة ولا فيها عدالة ولا فيها عدل ها ولا فيها ميزان ولا فيها حاجة يا استاذ يحيى ما فيهاش اي حاجة كل الحاجات دي مش ازمات ولا في الاف ماتوا ولا عشرات الالاف محبوسين ظلم ولا كل الكلام ده ولا ان البلد بتنهار ما شاء الله ربنا يديك الصحه وطول العمر ومصر كانت وانت عندك 40 سنه غير من عندك 30 غير ما عندك 20 كل مدى اسوأ لا 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 ده قال عن كمان ان الفقراء ما عندهمش مشكله الغلابه بجد ما عندهمش مشكله يحيى الفخراني زيه زي كل الناس اللي معاها مش قادر يشوف ان في الناس بتموت فعلا من الجوع الناس بتموت فعلا من الجوع والقهره وهتموت والوضع كل مدى هيبقى اسوأ لا المشكلة في الناس القذرة اللي مدفوع لها طول الوقت اللي مش راضية اللي عايز يجيب عربية أحسن واللي عايز يعمل حاجة أحسن وكأن في مصر إنك تعيش وهي دي الحقيقة لا الصراع في تطوير الحياة مع إن كل الدراسات وكل الحكايات بتقول إن نسبة الناس خلاص انعدمت الطبقة المتوسطة الشريحة لا ما تكملش 5% إطلاقا في مصر حقيقة المستكفية من كل حاجة إنما يحيى الفخراني مش شايف زيه زي السيد الفضيلة زوجته أي مشكلة في ده لمصر يحيى الفخراني زيه زي الست اللي قالت لها انتوا أوباش انتوا بتجيبوا الناس دي عشان يمثلوا بس مصر بخير يا كلاب.